نروحوا للطبق الثاني تاعنا، الطبق الرئيسي اللي حنديروا ان كوردون بلو. واش عندنا؟ عندنا كميه تاع الدجاج يكون مفروم لهنايا، صافي لنا البولي اشي باش تدينا كميه كبيره. نديروا شويه ملح فلفل كحل وكميه تاع المعدنوس، نعجنوه مليح ومن بعد ناخذوا ان مول ولا ريسيبيون صغير يكون، نديروا له لهنايا بابي كويز بابي فيم لهنا باش تقدر يديمو لنا فاسيلمون. هنا نعمروا هذاك الخليط تاعنا تاع الدجاج كامل، نخلو لازم في الوسط هنا شغل نطليو كامل هذا لوتو، نخلو الوسط فارغ باش ندخلو. واش نديرو له؟ انا لهنايا كميه تاع لهنايا الباتي دفولا، شويه جبن مبشور، شويه جبن موزاريلا. هنا الاجبان يكونوا اختياريه على حسب الذوق يعني في الواحد. نعم، نعاودو نغطيو هنا هذيك الاجبان تاعنا، نعاودو نغطيهم بالبولي اشي، نعاودو نلوهم ملح بابي فيم ونديروهم في هنا في المجمد، لازم يشدو روحهم شويه ومن بعد نديرو لهم لابانير اونجلاز اللي ما فين نديروها فارينا بيت لا شابلور. لهنا لا دوزيام فوا ندير لهم صافي بيت فارينا بيت شابلور، ومن بعد نعاودو نديروهم في البيت لا شابلور باش تجي لابانير تاعنا تجي كبيره، وهذاك الاجبان هذوك ما يخرجوناش كي نقليوهم. وترافقهم مع البطاطا. نعم، اليوم بطاطا حنديروا البطاطا تاعنا اللي حندرنا في الماء باش نبدلوا هذيك النشويه سيتو امراض السكري ولا لا، نصفيوها مليح. ناخذوا كميه تاع الفارينه نديروا لها، هنا ما تشربناش الزيت بزاف، فارينه نكوها ندير لها شويه ملح في الكحل وشويه تاع العكري باش نبدل هذيك الحموريه في البطاطا تاعنا. نمرغدوا هذيك الفارينه، هذيك البطاطا كامل في الفارينه هذيك اللي كنا تبلناها، ومن بعد نقليوها نقدموها نرفقوا بها لهذاك الكوردون بلو تاعنا. وعندنا لهنا هنا كريمه سائله ماشي لا كريم فريش، هنا كريم ليكيد اللي راهي متواجده في الاسواق لهنا فيها ادواق مختلفه، نقدروا نسخنوها ونديروها فوق هذاك الكوردون بلو تاعنا ونرفقوا نحبوا نرفقوا امبيري ولا البطاطا كما درنا اليوم ولا الرز ولا كل واحد باش يحب يرافق الكوردون بلو تاعنا. نعم، مقرمشه. نعم، وتجي فيها هذيك لاكولور الحموريه هذيك تاع العكري.